السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بداية أهلا والصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح أشارك معكم آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري وآخر أخبار محترفينا، وأيضا راح أشارك معكم أربعة لاعبين متوقعين بقوة بنسبة 95% باللي أنهم راح يكونوا جديد قائمة المنتخب الوطني الجزائري القادمة لقادم الاستحقاقات للمباراة الفاصلة بين المنتخب الجزائري ومنتخب الكاميرون ذهابا وإيابا. عندنا بعض اللاعبين قالوا رسميا نعم للمنتخب الوطني الجزائري، فلهذا نحن حاليا نحتاج لضخ دماء جديده، وحاليا ننتظر اللاعبين اللي راح يكونوا جديد قائمه المنتخب الوطني الجزائري، فلهذا راح نشارك معكم الاسماء نتاعهم. وايضا عندنا لاعب واحد جديد يعني رفض المنتخب الوطني الجزائري من اجل فرنسا، راح تعرفوا جميع التفاصيل ان شاء الله في هذا الفيديو. فاذا كنتم تشاهدون للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا. طبعا اعزائي الكرام، بدون اطاله نشارك معكم الخبر الاول وندخل في صلب الموضوع. المنتخب الوطني الجزائري مثل ما اكدت لكم سابقا باللي انه رغم انه كان في المرتبه 40 في ترتيب الفيفا عندما خرج من البطوله وخسر امام منتخب الكوت ديفوار، قلت لكم مازال راح يزيد يسقط لانه النقاط نتاعو تجمدت، ولكن المنتخبات اللي كانت اسفل يعني المنتخب الوطني الجزائري راها غير تزاد تصعد ويعني تطلع في ترتيب الفيفا، فلهذا اوتوماتيك مو راح ياخذوا المكان نتاع المنتخب الجزائري في ترتيب الفيفا. وطبعا حاليا مرتبه المنتخب الوطني الجزائري هبطت مرتبه، وطبعا اصبحت في المرتبه 41 بعد ما كانت 40 بعد خروجها من بطوله كاس افريقيا من الدور الاول، وودعت رسميا توب 5 يعني في القارة السمراء. كما تشاهدون هي القائمة الظاهرة أمامكم، عدنا منتخب السنغال يعني مازال محافظ على المكانة الأولى له في ترتيب الفيفا الإفريقي وأيضا المرتبة 20 دوليا، منتخب المغرب في المرتبة الثانية إفريقيا و24 دوليا، وأيضا نيجيريا في المرتبة الثالثة إفريقيا 31 عالميا، وأيضا أعزائي الكرام عدنا منتخب تونس الرابع إفريقيا 34 عالميا، منتخب الكاميرون المحتضن للبطولة واللي مازال ما اختش أعزائي الكرام راه في المرتبة الخامسة إفريقيا وأيضا أصبح في المرتبة 39 عالميا، أي يعني منتخب الكاميرون أخذ مرتبة المنتخب الوطني الجزائري. أما بالنسبة للجزائر أصبحت في المرتبة السادسة إفريقيا والمرتبة 41 عالميا، وودعت رسميا قائمة التوب 5 يعني للمنتخبات الإفريقية من ناحية ترتيب الفيفا. بالنسبة لمنتخب مصر في المرتبة السابعة، أيضا مالي في المرتبة الثامنة، الكوت ديفوار المرتبة التاسعة، بوركينا فاسو في المرتبة العاشرة. حاليا المنتخب الجزائري في المرتبة 41 كما قلت لكم، وما زال قادر يزيد يسقط لأنه منتخب مصر ما راناش هاربين عليه بزاف نتاع النقاط، وإذا منتخب مصر راح يزيد يفوز في المباريات القادمة حاجة باينة راح تضاف له العديد من النقاط ويزيد يصعد ويصعد ويصعد. فنتمنى كل التوفيق للمنتخب الجزائري، وعدنا فرصة صراحة من أجل تحسين ترتيب الفيفا الدولي للمنتخب الوطني الجزائري، أين في المباراة الفاصلة لازم المنتخب الجزائري يعني يسترجع قواه الذهنية وقواه يعني الجسدية من أجل الدخول بقوة أمام منتخب الكاميرون، ولازم نتأهلوا إلى المونديال ونقدموا مستوى مشرف في المونديال باه نصحوا ترتيب الفيفا، وماذا بينا زي الكرام نخوضوا المونديال بطبيعة الحال ونتأهلوا ونروحوا بعيد إن شاء الله. على كل حال ننتقل الآن إلى الخبر الموالي والذي يتعلق بالأربعة لاعبين الجدد في قائمة الكوتش جمال بالماضي المتوقعة، تبقى هذه توقعات ولكن نسبة 95% لأنه هؤلاء اللاعبين اللي راح نشارك معاكم الأسماء نتاعهم قالوا نعم للمنتخب الوطني الجزائري. كما قلت لكم عندنا مصدر يعني مصدر كورة أكد لنا ليلة أمس باللي أنه رسميا مايكل أوليز تم الاتصال به من الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعني بطلب من الكوتش جمال بالماضي حسب مصادر موقع كورة العربي، يعني هو اللي أكد لنا هذه النقطة وصرح قائل لأنه بالماضي يعني يريد الحصول على خدمات بعض اللاعبين الجدد، يعني حاليا بالماضي يريد ضخ دماء جديدة في قائمة المنتخب الوطني الجزائري أو تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري، وأول اللاعبين على القائمة اللي تم الاتصال بهم حسب هذا المصدر هو يعني مايكل أوليز. فلهذا أعزائي الكرام مايكل أوليز يعتبر من اللاعبين اللي بالماضي حاليا يريدهم، وطبعا هذا اللاعب قال سابقا نعم للجزائر ولكن غير رأيه نوعا ما مبدئيا لأن الجزائر عيال استناه وما حبتش تعيط له، فلهذا قرر تمثيل منتخب فرنسا، ولحد الآن لم يعلن يعني رسميا باللي أنه اختار فرنسا، ولكن وكيل أعماله قال باللي أنه يريد تمثيل الجزائر، ولكن بما أن الجزائر لم تلتفت له فهو غير رأيه. اللاعب راه يقدم في المستوى الكبير ويلعب مع أندية كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أفضل الدوريات في العالم، توب 5 بطبيعة الحال، فلهذا اللاعب ما بقاش يستنى، قال باللي أنه بما أن الجزائر ما عيطتليش، راح نسيي زهري مع فرنسا، ولكن حاليا على الاتحاد الجزائري الإسراع وإقناع هذا اللاعب. حسب المصادر أكدت لنا باللي أنه هنالك اتصال رسمي ولكن يجب الإسراع،
باه نقنعوا اللاعب باه يمثل المنتخب الجزائري، وهذا اللاعب يقدم مستويات كبيرة بطبيعة الحال. من مواليد 12 ديسمبر سنة 2001، 20 سنة، هذا اللاعب راح يكون مشروع للمنتخب الوطني الجزائري، وقد قال سابقا حسب وكيل أعماله نعم للجزائر. وطبعا أعزائي الكرام، من بين النقاط اللي عجبتني في هذا اللاعب هو أنه تفوق على نجوم كبار في أول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تشاهدون حسب أوبتا جو، هذا الموقع المختص في يعني حسابات كل ما هي صغيرة وكبيرة في كرة القدم. شاركوا معنا قائمة يعني للاعبين الذين يحققون نتائج أو يعني يصنعون فرصة في كل مباراة. مايكل أوليز يعتلي ويتربع على عرش الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 يعني دقيقة من أجل صناعة فرصة، متفوقا على محمد صلاح، متفوقا على روبرت فيرمينو، متفوقا حتى على رياض محرز وبول بوجبا. فهذا اللاعب كما قلت لكم مشروع للمنتخب الوطني الجزائري، فعليهم يعني الإسراع وإقناعه. وطبعا كانت هذه التغريدة وهذه الإحصائيات يوم الفاتح من شهر يناير الحالي. على كل حال ننتقل إلى اللاعب الموالي والذي قال نعم للجزائر، ألا وهو يعني يانيس حماش لاعب نادي بوفيشتا، والذي هو أيضا يعني صغير في السن، عنده 22 سنة، من مواليد 13 جويلية سنة 1999، لاعب يقدم مستوى كبير، ينشط في الظهير الأيسر لنادي بوفيشتا، وقال نعم للمنتخب الجزائري وهو رسميا في قائمة بالماضي الموسعة وتحت مراقبة بالماضي. فلهذا احتمال كبير أن نشوف هذا اللاعب هو وأيضا مايكل أوليس في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري في قادم المواعيد، لأن المنتخب الجزائري وبالماضي يريد ضخ دماء جديدة، وحتى الجماهير اتفقت بأنه يجب على بالماضي والمنتخب الجزائري أن يضخ دماء جديدة في فريقه. فهذين اللاعبين احتمال كبير جدا أنه سيتم استدعائهم، خاصة يعني يانيس حماش، لأنه يانيس حماش ينتظر بفارغ الصبر دعوة بالماضي، هو وأيضا اللاعب الثالث اللي راح نشارك معكم الاسم بتاعه حاليا، ألا وهو حكيم زداد كلاعب كليرمونت الذي ينشط في الدرجة الفرنسية الأولى. هذا اللاعب يمتلك 26 سنة في عمره، من مواليد 30 ماي 1995، بطبيعة الحال ينشط في الظهير الأيمن لنادي كليرمونت الفرنسي، وهو أيضا يقدم مستويات كبيرة، وأيضا أعزائي الكرام يلعب بشكل منتظم، وهذه الشروط التي يتطلبها الكوتش جمال بالماضي. وأيضا ننتقل الآن إلى اللاعب الموالي رقم 4 والأخير، ألا وهو يعني ريان أيت نوري صاحب 20 سنة، من مواليد 6 جوان سنة 2001. هذا اللاعب أيضا ينشط يعني في الظهير الأيمن لنادي وولفرهامبتون، هو أيضا يقدم مستويات كبيرة مع هذا النادي الذي يعني ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ألا وهو نادي الذئاب وولفرهامبتون. فهؤلاء اللاعبين كلهم قالوا نعم للمنتخب الجزائري، وطبعا بالماضي التقى بوالد رايان أيت نوري من أجل إقناعه بمشروعه الكروي، وأبدى اللاعب يعني إعجابه بفكرة انضمامه إلى المنتخب الوطني الجزائري. فحاليا ننتظر وسنرى من سيكون جديد المنتخب الوطني الجزائري. هؤلاء الأربعة لاعبين هم اللي راهم يعني من أولويات بالماضي حاليا، وممكن أنه واحد أو اثنين على الأقل راح يجوا للمنتخب الوطني الجزائري حسب التقارير وحسب رغبة اللاعبين وحسب ما أصبح المنتخب الوطني الجزائري يقدم من أداء، والذي أصبح في حاجة ماسة إلى ضخ دماء جديدة. خبرونا انتم رايكم في صندوق التعليقات، كاين يعني مايكل أوليز، يانيس حماش، حكيم زدادكا، وأيضا لاعب وولفرهامبتون رايان أيت نوري. على كل حال ما يقدرش يستدعي لاعبين دفعة واحدة، كل من رايان أيت نوري وأيضا يانيس حماش، ولكن راح يختار واحد بيناتهم، يعني واحد من هذين اللاعبين لأنهم يلعبوا في نفس المنصب. طبعا ننتقل الآن إلى الخبر الموالي أعزائي الكرام، الذي يتعلق باللاعب الذي رفض المنتخب الوطني الجزائري، ألا وهو رومان فايفر. هذا اللاعب الذي ينشط في الدرجة الأولى في الدوري الفرنسي ستاد بريست بطبيعة الحال، والذي خرج في تصريحات صحفية لموقع أونز مونديال وصرح قائلا لدي أصول جزائرية من خلال والدتي، أنا أتلقى الكثير من الرسائل عبر حساباتي السوشيال ميديا، وأيضا يعني بهذا الخصوص من أجل تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، يعني الجماهير الجزائرية تتصل بهذا اللاعب وتقول له مثل الجزائر، وقائلا الأمور تطورت بسرعة كبيرة بالنسبة لي، فقد أصبحت لاعبا فرنسيا عالميا العام الماضي عندما لعبت مع يعني المنتخب الفرنسي للآمال، وقائلا أيضا يعني بفكرة تمثيله للمنتخب الجزائري وهذه الشائعات التي تدور حاليا، قائلا ليس من الصعب التعامل مع هذه الشائعات لأنني أركز على كرة القدم وعلى فريقي فقط، وقائلا أنا حقا لا أفكر في ذلك، لم يتم الاتصال بي ولم أتحدث مع والدي عن هذا
عن هذه النقطة وقائلا: والدي فرنسي ومن دون شك هو يريدني أن ألعب لمنتخب فرنسا، وأنا ألعب حاليا مبارياتي، هذا هو كل شيء، لا أفكر حاليا بطبيعة الحال بالمنتخب الجزائري، منتخب فرنسا حلم بالنسبة لي، لقد نشأت في فرنسا، وبالنسبة لوالدتي وعائلتي سيكون الأمر رائعا. عندما تم استدعائي لمنتخب فرنسا الأولمبي أو للآمال كنت سعيدا جدا ورددت النشيد الوطني الفرنسي، ولقد صار الأمر يعني بسرعة فائقة، وكان من الجميل حقا أن أعيش تلك اللحظات. نعم أتابع بعض مباريات المنتخب الجزائري لأن أصدقائي من الجزائر، ولكنهم لا يدفعونني نحو تمثيل المنتخب الجزائري ولا يتحدثون معي بخصوص هذا الأمر. أولئك الذين يدفعونني دائما لتمثيل المنتخب الجزائري هم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفقط. يعني اللاعب من الاخر ما راهش باغي الجزائر، يحلم بفرنسا، والوالد نتاعو يتمناه يلعب لفرنسا، قال لا للجزائر، وهذا يعني اعلان رسمي من اللاعب. ولكن اعزائي الكرام، واش قال في تصريحاته؟ الاتحاد الجزائري لم يتصل بي. حط انت روحك في بلاصه هذا اللاعب، عندك دوبل ناسيوناليتي، يعني الاتحاد الجزائري ما اتصلش بيك، ولعبت مع المنتخب الاولمبي لفرنسا، راح تقول لا لفرنسا وتلعب الجزائر؟ حاجه باينه راح تلعب فرنسا، لانه فرنسا قيماته، فرنسا استدعاته، فرنسا اتصلت به، فلهذا اصبح يحلم انه يمثل منتخب فرنسا. وانا اعتقد باللي انه غلطت حاليا يعني الاتحاد الجزائري لكره القدم اللي ضيع هذه الموهبه من العديد من المواهب الاخرى. فعلى الاتحاد الجزائري حسب رايي الشخصي كمناصر للمنتخب الجزائري الاسراع لضم واقناع هؤلاء اللاعبين، على الاقل لو كان حتى ما تلعبهمش في الفريق الاول وما عندهمش فرصه باه يلعبوا في الفريق الاول، لعبهم في الفريق الاولمبي للمنتخب الوطني الجزائري، باه تحيدوا من الطريق وتقنعوا بتمثيل الجزائر مستقبلا، يكون عندك خزان، وحاليا عندنا خزان، ولكن هؤلاء اللاعبين راهم يقدموا في المستوى الكبير وقادرين يلعبوا حتى في المنتخب الاول. على كل حال خبرونا انتم ما رايكم في صندوق التعليقات، ما رايكم حول هذه المواضيع، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، سلام.